صباح الخير عليكم. اهلا وسهلا. جيتي في الوقت المناسب لان انا صدق مقرر اسوي الكيتو دايت الاسبوع الجاي، هسه خبر الدعاء البارحه. فبس انا دخلت على النت شفت اشياء ثانيه دعاء، انت قلتي ممنوع العصير، في النت ممنوع العصير. ما هو دكتوره ساري انه احنا اغلب الوقت عم نتناقش باشياء خصوصا بالكيتو دايت لانه يمكن جديد انطرح على الساحه وصارت الناس في نوع من الفضول انه شو هذا الكيتو دايت، سمعنا انه بنقصنا وزن كثير، بس كل المشكله كانت انه هي كيف ما بدنا ناكل كربوهيدرات بالمره. الكيتو دايت زيرو كربوهيدرات. خلي مهند يغير رايه. وانا جربته بصراحه، انا جربته اسبوعين وفعلا كان في نقص كثير بالوزن، بس ونس اني انا وقفته زدتهم الدبل. بالفعل هو بيحصل نفس المشكله ديت، وبيبقى في مشاكل صحيه كتير هنتطرق ليها دلوقتي. هي حميه الكيتو هي بتبقى حميه وهميه لان انا ما اقدرش استمر عليها مدى الحياه، فبيبقى هي بمجرد بس نظام غذائي اللي هو بس تغيير او شيء ممكن يكون ليه اثر ايجابي. طبعا في ايجابيات للكيتو دايت، لكن ما نقدرش ان احنا نعيش على الكيتو دايت دي فتره طويله لانها هتاذي الصحه، وفي نفس الوقت هو نظام غير متكامل، هينقص معادن كثيره من الجسم، هينقص باقي احتياجات للجسم، وما ينفعش ان انا اعيش بدون كربوهيدرات. يعني هي أكيد طبعاً. الجسم الانسان بالضبط. من محبين العيش شكلك. انا مش من محبين العيش ابدا على فكره. انت جيت الانسان الغلط. انا عكسك تماما يا امجد. لا جد بس اظني واضح. المشكله اللي ضارني انا الخبز يا دعاء. وجد الخبز اليوم صار يعني سبب كبير بالسمنه. الخبز والهمبرجر وكل انواع المخبوزات. طيب خلينا نروح للرجيم العادي والكيتو دايت. الكيتو دايت تعرفين انه هابين فيه الناس مثل ما بنشوف في السوشيال ميديا، لكن ليش قلتوا عليه خطر؟ وليش الرجيم العادي يمكن يكون ما في له نتائج يعني مرضيه نوعا ما، بس انه بضل اهون او سيف مثل ما حكى الدعاء من الكيتو دايت؟ هي كلمه رجيم هي كلمه فرنسيه بتطلق على اي حميه غذائيه بيبقى الهدف منها خساره الوزن او الحفاظ على الصحه او اي شيء، فاي رجيم او اي حميه هي رجيم. الكيتو دايت هو نوع من انواع الرجيم اللي الجسم فيه بناخد منه تقريبا 70% من الأطعمة اللي المفروض نتناولها بتكون دهون، فبيبقى حلو لمحبين الأكل الدسم. على طاري الدهون، أي نوع من الدهون؟ في وايد دهون موجودة عندنا، دهون نباتية، دهون مشبعة، دهون على حسب جودة اختيار الشخص ذات نفسه اللي هيتبع حمية الكيتو دايت. ففي شخص هيراعي ربنا في صحته هياخد مكسرات، أفوكادو، زيت الزيتون، وفي شخص هيقول كيتو دايت هياخد قشطة، زبدة، كريمة. حلو الدايت يعني. بس لا شو يعني كيتو؟ ليش سموه كيتو؟ هو كيتونيك بودي صح؟ صح بالفعل. معلومات حلوة. أنا شكلها متبحرة جدا بالموضوع. هي مختصة بالدايت والرجيم مش حافظ وبتليش بالضبط. هو كلمة كيتون جاية من كلمة إنه الجسم الطبيعي أو الفسيولوجي الطبيعي في جسم الإنسان إن إحنا بيتكسر الكربوهيدرات بينتج عنها السكر، السكر اللي بيدي الطاقة. لما بنوقف الكربوهيدرات تماما بناخد دهون، الدهون دي بتتكسر عشان انتاج الطاقه، فبيزيد او بيتكون الكيتون او اجسام الكيتون في الدم، فهو من اسمها الكيتون بايت. يلا شو بتطلعوا اسامي يعني. لا بس تعرف ايهاب، يمكن دكتور ساري حتأيدني بهاي النقطه، ونس انه الجسم قاعد عم يعتمد على الدهون كمصدر اساسي للطاقه بدل الكربوهيدرات بيصير في تحليل لهاي الدهون واللي هي اغلبها بتكون ضاريه، فهذا موضوع ممكن يتعب الكلى، واحنا بنعرف انه الكلى هي المسؤوله عن خلينا نقول تفريغ السموم وتعقيم الجسم. هذا الموضوع او هذا الكيتو دايت هل ممكن ياثر بشكل اساسي على الكلى؟ انا دعاء بس بدي اياك تقعدي هون لانه يبدو انك انت بتعرفي وانت درستي اكثر، فنحن بنتوجه الحديث لك. اذا دعاء شو انت بس تعمل الاكلات الموجوده؟ ما شاء الله عليك. لا الدكتور اكيد موجوده، هي اللي ادرى واعلم. ربنا يسعدها. هو حلو انه الشخص يبقى عنده ثقافه غذائيه عشان يبتدي انه يحافظ على صحته. احنا مش هيك، لانه احنا هو دوت فكر عندنا مش كويس. المفروض ان احنا اقل حقوق جسمنا علينا ان احنا نتعلم اساسيات ازاي نغذي جسمنا. يعني لما بنشتري مثلا موبايل او بنشتري جهاز، اول حاجه بنمسكها دليل الاستخدام، نعرف ازاي نتعامل معاه، ده علشان دافعين فيه فلوس، لكن جسمنا وصحتنا عشان نعمه بنهمل فيها براحتنا ولا فارق معانا. هرجع تاني لموضوع انه هل بيأثر الكيتون دايت على الكلى. هو وارد ان هو ده، غير كده وكده ان انا الحميه اللي عندي عاليه بالدهون كمان هتبقى قليله بالفيتامينات وبالمعادن، ما هيبقاش في مناعه جيده في الجسم. الدهون دي دايما بتبقى عرضه ان هي تسبب خلايا او التهابات
في الجسم، فوارد ان هو يحصل التهابات في كل الجسم. كمان في حاجه كمان زياده، انه لما باكل بروتين بشكل زياده او باكل دهون بشكل زياده بيحصل حاجه، انه الدم عندي بيبقى حمضي، فلما بيبقى حمضي بيبتدي الكليه تتعب او يحصل اجهاد، كمان بيبتدي يطلع الكالسيوم من العظم علشان يعادل حموضة الدم ده، فبقى انا كاني بخس بنزل في الوزن لكن بضر جسمي بشكل اخر. بلاش طيب بلاش. انا ضدها. بلاش. شخص عنده كوليسترول ينفع معاه انه يسوي هالدايت؟ اكيد اكيد اللي بيعاني من الكوليسترول هينزل، بس هو مش مع، هو مش هينزل عشان الكيتو دايت، هو هينزل عشان هو ابتدى يقلل اكل، هو ابتدى فعلا يعني بعد ده. غير كده وكده ان الدهون طبيعي انها تقفل يعني طبيعي انها تقفل يعني الشخص اللي هياكل مثلا سمك مقلي غير لما ياكل مع رز او ياكل معاه خبز او ياكل معاه اللي هي عارف الحفله اللي بنعملها دي الحفله الحلوه دي فاللي هو الشخص طبيعي يعني اذا مثلا جعت ورحت واخد شارب معلقه زيت اكيد نفسك هتتسد عن كل حاجه في الدنيا عادي عندك تتذكر مهند لما سالتني شو اخبار الكيتو دايت وكيف نعمله، قلت لك بدك تلتزم فيه فتره قصيره وبعدين تتبع بعدها حميه غذائيه صحيحه اللي هي مثلا لو ان كارب هاي ان بروتين، بس تكون مظبوطه لانه يمكن بيثبت الوزن اكثر وما بيساعدك تغلط غلطتي وترجع تزيد الوزن. هل هذا الحكي صح مظبوط دكتور؟ بالضبط. بالفعل احنا اول ما بنبتدي نوقف الكيتو دايت هو اي حاجه عندنا لما بنحرم منها بزياده بنرجع عندنا الرغبه ليها بزياده، فيعني كان حد مسافر بالضبط كان حد مسافر ورجع من السفر فبنبقى متوحشين يعني حاسين كربوهيدرات يعني في النهايه لايف ستايل لازم واحد ياكل مره غير مكان. هو فعلا اسلوب حياه صحه بنعتمدها من شبابنا طول الوقت بنحافظ عليها، فلو وقفت الكيتو دايت هيبقى وحشني كل العيش والكبسه والمندي كل الاشياء 5 كيلو نزلتيها عوضتهم 15 ايوه بالضبط كده، لانه الجسم بيبقى شغال على ان في حاله طوارئ ما بيبقاش بالوضع الطبيعي، فاول ما بيرجع للوضع الطبيعي الجسم على طول بسرعه انا عايز ارجع اخزن تاني، فالشخص بياخد مكافاه عن الحميه اللي عملها دي وتعب فيها مكافاه تانية. بس دعاء قالت شيء غريب، لا تاكل اي شيء يطلع من تحت الارض، هذا شيء صح في الكيتو دايت ولا هو لا؟ اي شيء فيه نشويات فالمفروض انت هتاخد الورقيات، حتى الجزر ما ينفعش تاخده. طب تخيل بقى فيتامين اي ولا نظرا بالضبط، فتخيل هي البس نظاره من الاخر يعني محتاج لنظر، هي لذلك الحميه دي صعب ان الشخص يقدر يعتمدها على طول حياته. لو الشخص عنده المهاره ان هو يتحكم في حميته للدرجه دي ويقدر يحرم نفسه من كل الاشياء دي كان اسهل له انه يعمل حميه متوازنه اكتر ويستمر عليها. انا سؤال بس تخترعوا أسامي ما بعرف من وين بتجيبوها أوكي. ونحن بنروح بنلحقها ويلا هيدي اسمها اكس واي زد وتلاقي العالم كله ويلا واكس واي وحطت هاشتاج ومشيت فيها. قديش لازم يكون في عنا تعليم أو علم وعي شكرا شكرا على على أنه قبل ما تفوت بحمية يعني هلأ لو ما حضرتك عم تحكي بالموضوع أنا كنت رحت هلأ وعملت عملته طبعا فلدي لازم يكون في عنا علم او وعي بانه يعني قلت لك انه الثقافات او الاساسيات التغذيه دوت علم من حق جسمك عليك انك انت تتعلمه علشان ما تبقاش تتبع اي حميه وهميه صحيح. بعد كده يحصل مشاكل صحيه ليك، وهو علم بسيط جدا الحمد لله دلوقتي ابتدى في دوله الامارات العلم ده بيدرس في المناهج من سن الطفوله، فان شاء الله الاجيال القادمه هيبقى عندها وعي اكتر من راحت علينا احنا هي عندهم وعي اكتر مننا. بس بما انه في مخاطر للكيتو دايت اوكي بنلاحظ انه بعض الناس عنده 5 كيلو زياده يعني انه خلاص يعني 5 كيلو يلا اعمل كيتو دايت وارجعهم واخسسهم في استخفاف بالموضوع بينما واستخفاف بمخاطر هذا الدايت او الحميه هاي. طيب شو ممكن ياثر علينا سلبا اذا بين فتره وفتره يعني كل 3 4 شهور بنعمل مره كيتو دايت، شو ممكن يترتب علينا اذا في ناس استمرت على هالطريق؟ هو يعد النزول السريع والرجوع دوت مشكله صحيه وفعلا بيأثر وبيزيد من معدلات الكوليسترول وبيعمل مشاكل صحيه وبيقلل تنظيم سكر الدم وبيعمل مشاكل صحيه كبيره، لكن كمان سيكولوجيا الشخص ذات نفسه بيعاني ان هو نزل ورجع زاد ونزل ويبقى يعمل نوع من انواع الاضطراب في تناول الغذاء ويبقى عنده مشاكل عاطفيه تجاه الاكل فبيبقى فيه مشاكل كبيرة.
كده، المفروض ان احنا نعتمد حميه متوازنه تكون مدى الحياه اسلوب حياه لينا، لانه بالشباب كلنا شباب، لكن المفروض ان احنا كل ما نتقدم بنحافظ على صحتنا. فالمفروض ان احنا جوده كل ما قدرنا ان احنا نحافظ على جوده اختيارنا للطعام نلاقي نتائج بعدين. الحكي سهل دكتوره والله صدقيني، الحكي سهل، عند التطبيق صعب كثير الموضوع. انا كنت بدي احكي شغله وانت عم تحكي، انا بحس دائما لما اكون عامله دايت بسبب اللو كارب او الكربوهيدرات القليله بصير الواحد عنده مثل صداع او دوخه او ما عنده حتى نشاط بدني، مش طايق يتحرك، مش قادر يقوم بالمهام اللي هو يوميا بيقوم فيها. والى جانب انه الدكتور بيقول لك لازم تمارس الرياضه، فانت في هذا الجدول الرياضي الجدول الدايت او الحميه الغذائيه اللو ان كارب انت مش قادره كمان تروحي على الجيم تلعبي رياضه لانه انت ناقص عليك الكربوهيدرات، مخك بطل يشتغل بطريقه سليمه، جسمك ثقيل مش قادره تتحركي. تحطوا الجيم بكل شيء عادي، في ناس كثير ضعيفه ما بتروح الجيم عادي، حياتهم حلوه وسعيده كمان. كيف يعني ليش كل شيء بده يكون في جيم؟ بلا جيم لا، الجيم بيساعد على التونينج تاع الجسم. انا بعارض حضرتك في الموضوع دوت لانه هي الرياضه عايزين ناخدها كاسلوب حياه برضه، كأسلوب حياة. النشاط البدني دوت شيء ضروري، مش بس علشان الوزن، يعني مش معنى ان انا وزني كويس فانا اوقف رياضة، دوت علشان كمان بناء العضلات، علشان مناعة الجسم، علشان تكوين الخلايا تجديدها في الجسم، كمان عشان تقليل التوتر وتقليل الاكتئاب، ودي حاجة احنا بنعاني منها دلوقتي بسبب مشاكل البيئة مشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه وكل المشاكل. منيو هو شو المنيو المفروض انا اخذه كالحميه هذه؟ ريوق غدا والعشاء شو يكون تقريبا؟ اوكي هو كله زيت انا سمعت. هو على حسب هو 70% دهون. فانت الاوبشنز اللي موجوده عندك لو انت اختياراتك غير صحيه زبده كريمه قشطه حاجات ديت، وشويه من البروتين ستيك مثلا دواجن سمك روبيان، وتقدر ان انت تاخد خضروات اللي هي ورقيه اللي هي قليله جدا من دون فواكه مهند كرومب. ايوه من دون فواكه اي الورقيه ملوخيه يعني ملوخيه اوكي في ورقيه غير الملوخيه كمان ورقيه بدون خبز ورق عنب ولا بدون رز يعني انت فهمت علي؟ اوكي مرة تاكل ملوخيه بس بدون رز ولا خبز عادي. كمان الكال كمان تقدر تاخده، الارنبيط كمان او الزهره تقدر تاخد منه، اللي هي القليله الخضروات القليله بالنشويات. الفواكه ما ينفعش تاخد منها كربوهيدرات مستحيل، والا هيبقى انت ساعتها بتزيد في الوزن. والافطار زين الفطور هو انت هتفطر تقريبا هتفطر تقريبا قطعه زبده او على زيت زيتون. مش لك مش لك ما بسال حكول ما احكي غير شيء كعب طاز كمان مش لك. كمان انا سمعتكم الاسبوع اللي فات بتتكلموا عن موضوع التغيير المناخي وحبيت الفكره دي، لانه بمجتمعاتنا العربية لحد دلوقتي ما فيش وعي عن موضوع تغيير المناخ، مع ان الدنيا درجات الحرارة ابتدت ترتفع، منسوب المياه ابتدى يرتفع، دلوقتي اوروبا معلنة حالة الطوارئ بسبب ان هي بتشهد حالة غريبة من ارتفاع درجة الحرارة. الدول مش هتقدر ان هي تحط قوانين تغير بيها المناخ، هو سلوك فردي، بس ازاي احنا نشجع الافراد اللي هي بتعاني من مشاكل فعلا صحية واقتصادية انه تبقى مشكلة البيئة كمان جزء من حياتهم. مش كل الاشخاص هتقدر ان هي تغير السياره لسياره كهربائيه او تحط لوحه للطاقه الشمسيه في البلكونه، لكن التخفيف من اثر التغذيه او اللي هو اختيار الانواع الجيده من التغذيه اللي هي بتبقى كويسه للبيئه بيبقى شيء حلو، ان احنا بتغيير بسيط جدا هنعمل فرق كبير جدا لو ملايين ومليارات البشر دول عملوا كده. بما ان الكيتو دايت بتعتمد على اللحوم، فاللحوم هي ليها اكبر اثر في انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، يعني اكثر من السيارات واكثر من كل البواخر وكل الطيارات وكل السيارات اللي بتعمل انبعاثات غاز ثاني كربون. بس نعمل مشاوي قصدك؟ تربيه اللحوم من قطاع تربيه الثروه الحيوانيه لحد ما يوصل لنا دوت بيعمل انبعاثات غاز، لانه كمان هو بيسبب غاز الميثان اللي هو اقوى من غاز ثاني اكسيد الكربون 25 مره. فالتشيز برجر اللي احنا بناكله دوت بيعمل تقريبا انبعاثات غاز تعادل ركوبه السياره او سواقه السياره ل 360 كيلومتر. ده التشيز برجر. هيك سارة كثير يعني الواحد ما بينتبه على هاي الاشياء. أنا من بس هي الاجيال القادمه يعني احنا ابتدينا نحسب السعرات، الاجيال القادمه تحسب انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون. لا ان شاء الله ما بيصير عليهم شيء، واحنا لازم يكون عندنا شوي وعي اكثر. ساره بصراحه كلامك لا يمل منه، موضوع كثير مهم، وانا مش رح افلتك، رح اجي عندك واخذ منك القائمه المضبوطه تاعت الكيتو دايت، وخلينا نطلع بريك وراجعين. شكرا لك.